طبعا مليون سلامة للمؤمن زكريا كان من يومين تعرض لإغماء وهو موجود في بيته ونقلته زوجته مباشرة إلى المستشفى وتم عمل أشعة على المخ وأكد الطبيب المعالج أن المخ الحمد لله سليم ما فيهوش أي حاجة وهو من الرحمن في طريقه إلى المغادرة والعودة لمنزله مليون سلامة يا مؤمن يا زكريا يا حبيب الدنيا كلها ألف سلام عليك